معنا أخ فاضل بيقول: أرجو قراءة رسالتي. أنا عندي 34 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي إعاقة في الأيدي والأرجل، شفاكم الله وعافاكم. بيقول: أهلي رافضين تماما فكرة جوازي رغم إلحاحي الشديد عليهم، وبحاول طول الوقت أقول لهم إن الشرع أباح للزواج لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم غير مقتنعين بكده، وطول الوقت بيهزوا ثقتي في نفسي وبيقولوا لي: أنت مين ترضى تتجوزك؟ لدرجة إني كرهت اللي أنا فيه، وتمنيت إني أكون من الأصحاء لأن أنا فاهم نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة. كمان أنا عايز أتجوز عشان ضميري مأنبني، لأنه بسبب العزوبية يعني بلجأ لطرق غير شرعية مثل عدم غض البصر وغيرها، وأنا عارف إن ده غلط، بس ما فيش حل تاني قدامي غير كده. أرجو إجابة تشفي الصدور. نسأل الله التيسير والتوفيق. ديننا دين الإسلام هو دين الرحمة، دين التيسير على كل عباد الله. ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج لنا الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فروح هذا الدين التيسير. عشان كده من محاسن الشرع الشريف إنه رفع الحرج في كتير من العبادات والواجبات عن بعض المكلفين، وممن خصهم الشرع الشريف بمزيد من التيسير ورفع الحرج عنهم ذوي الهمة، سواء كانت الإعاقة بتاعتهم إعاقة جسدية أو ذهنية، أو جسدية وذهنية، أو إذا كانت الاتنين مع بعض، لأنه قدر الإسلام الأعذار بتاعته، لأن الخالق العظيم أدرى بصنعته. لذلك أسقط عنه بعض من التكاليف الشرعية، والبعض الآخر كان فيها تخفيف عليهم فيها. واهتم الشرع الشريف وأولى ذو الهمم عناية كبيرة جدا، فحرم في المجتمع الإسلامي عشان يكون قدوة للمجتمع الإنساني، حرم السخرية والاستهزاء بكل صورها وأشكالها، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت لحس الناس على مكارم الأخلاق، وأن الناس تبعد عن بذيء الأقوال والأفعال، وجاء عشان كده الذم والنهي عن السخرية، أن تسخر من حد أو تستعمل اللمز أو الاحتقار، كل ده نهينا عنه، كما هو واضح في قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. شوف، مش بقول لك ولا تلمزوا غيركم، أنت لما بتلمز إنسان، بتسيء إلى إنسان، بتقول لفظ أو إشارة أو حركة أو إيماء، أنت الحقيقة مش بتسخر من غيرك الحقيقة، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، أنت بتسخر من نفسك. قال: ولا تلمزوا، قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالإنسان لابد أنه يخرج نفسه من دائرة ظلم نفسه بارتكاب ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، ومن مثل ذلك السخرية، أن تسخر من أي إنسان ده محرم. لابد، الإيمان لا يستقيم مع هذه الحالة أبدا. بالنسبة لقلب سؤال حضرتك، طبعا الزواج حق ثابت للقادر عليه بمقتضى الجبلة البشرية، الفطرة اللي ربنا خلق الإنسان عليها، لأنه الإنسان مركب من أو مركب فيه الشهوة والعاطفة، فبالتالي عنده هذا الاحتياج. بيحتاج إلى الزواج، ده برضو بيحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية، كل ده لازم يكون متوفر لمن أراد ذلك. لأن والزواج نعم سكن وغض، بيعين على غض الطرف وأشياء كثيرة جدا، لأنه بيعين الإنسان المؤمن أن يكون أغض للبصر وأحصن للفرج، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الإعاقة المذكورة في السؤال لا تمنع من الزواج، بل
حضرتك يا صاحب السؤال في هذه الحالة بتزيد عن غيرك بشدة الاحتياج اللي حضرتك أشرت إليها، أو باحتياجك كمان لرعاية زائدة أنت محتاجها في الزواج، وحضرتك ولي على نفسك، وحضرتك اللي بالتالي بتحدد احتياجاتك، وأهلك دول برضو من الأولياء، إنما هم أعوان لحضرتك في هذه الدنيا، بيعينوك على إنهم ييسروا لك أمور حياتك ولا يشقون عليك. بقيت نقطة مهمة لازم أقولها. طبعا لو كان هناك يا أخي الفاضل أمر طبي يتعلق بالزواج الآن أو في خصوص الذرية المتوقعة إن شاء الله تعالى، فهذا ما يسأل عنه طبعا أهل الطب من الأطباء الماهرين الثقات، لأن إحنا مش هنروح نتجوز ونغش بنات الناس. يعني إذا كانت أنا محتاج رعاية طبية معينة، أكون لابد إن أنا أروح لأهل الاختصاص عشان ياخدوا بإيدي، وعشان برضو قدام لو تم أمر الزواج لا أؤذي ولا أخدع ولا أغش من أريد الزواج منه يا صاحب السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك وللجميع فرجا قريبا.